دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدي القناة الكرام. رغم أنه في جهود عظيمة من مصر يعني الإنتاج الذاتي والاكتفاء في الحبوب وفي تأمين السلع الاستراتيجية الغذائية، إلا أنه البيان اللي صدر النهاردة عن سفراء الدول السبع الصناعية بالدعم لمصر والتعاون معها بيان مبشر، لكن إلى أي حد بتشوف حضرتك قدرة هذه الدول على تنفيذ هذه الالتزامات وهي أصلا عندها مشاكل كبيرة جدا مع الأمن الغذائي؟ هذا في غاية الأهمية. في الواقع أود أن أشير سيدي إلى أن يعني المشاكل المتعلقة بعدم الأمان الغذائي على مستوى العالم يعني تطول الجميع، لكن تتفاوت حدة الدرجة. أي. مصر دولة مستوردة صافية للغذاء، لكن تبذل جهود حثيثة في هذا الإطار. وبالأمس فخامة الرئيس وجه الشكر لمزارعي القمح في مصر. أي. على التزامهم بتوريد القمح يعني في حدود 4 ملايين أطنان، مما يساعد على دعم المخزون الاستراتيجي. تمام. لكن بالنسبة لبيان الدول يعني هذا يعطي أهمية وزخم كبير نظرا للثقل السياسي لمصر. وأذكر أنه أول أمس كان هناك اجتماع في جنيف لمنظمة التجارة العالمية، وتقدمت مصر كممثل للدول العربية والإفريقية. أي. بطلب لدعم أوضاع الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء مثل مصر في إطار منظمة التجارة العالمية. يعني إيه مستورد صافية يا فندم؟ دكتور أشرف حضرتك كررت المصطلح ده مرتين، يعني إيه دول من ضمنها مصر مستورد صافي للغذاء؟ مستورد صافي للغذاء أي أن الميزان التجاري الغذائي لها ثالث، مقدار ما تصدره من أغذية أقل مما تستورده من أغذية. أوكي. وبالتالي فهي مستوردة صافية للغذاء. تمام. هناك دول في العالم مصدرة صافية للغذاء مثل دول مجموعة كيرنز، الأرجنتين والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية، يعني مكتفية وبتصدر ما بتستوردش حاجة خالص، تصدر فائض. رغم أن لدينا قصة نجاح هذا العام تجاوزنا حاجز 5.6 مليون طن في الصادرات، إلا أن ميزان الصادرات الميزان الغذائي ما زال سالبا طبعا، وما زلنا مستوردين صافيين للغذاء. لكننا نعمل خطوات كبيرة في سبيل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بشكل كبير. طيب دكتور أشرف، احنا لغاية قريب قوي قوي كنا بنسمع من أسرنا وأهالينا في الصعيد ان احنا ما بنشتريش غير الشاي والسكر، كان عندنا كل حاجة بتتعمل في البيت، العيش، اللبن، الجبنة، القشطة، الفراخ، التسمين، اللحوم. فإيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ وهل إحنا بنرجع تاني للكيرف ده بشكل جيد، حتى لو كان عن طريق إن الدولة بدل ما أنت بتعمل كل ده في بيتك بس تقدر تديلك فلوس تشتري ده بشكل كافي، المهم إنك تكفي نفسك في ده؟ ما ذكرته حضرتك صحيح، وهذا نتاج عقود من إهمال القطاع الزراعي. أيوه. تم إهمال القطاع الزراعي الله يسامحهم لمدة عقود، ولم ينل الاهتمام الكافي، ولم تصبح القرية المصرية منتجة كما كانت فيما سبق. لكننا نحاول تجاوز ذلك الآن بشكل كبير من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030، وبدأنا خطوات على الطريق، والمطلوب خطوات أكثر في هذا السبيل إن شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. هكذا حلمنا منذ أكثر من 12 13 14 سنة أن يكون أساتذة البحث العلمي هم نجوم المجتمع وهم الضيوف الدائمون لبرامج التلفزيون وليس أي حاجة تانية، بصرف النظر بقى مش هقول إيه.